حبايب قلبي طلاب بريب 3 في كل مكان، اهلا بيكم. النهارده شباب هناخد اول ليسون من الجيومتري. عايزين كلنا نعمل ثلاث حاجات، اول حاجه بتصلي على النبي، تاني حاجه بتجيب هاند فري تسمعني منه عشان الامور تبقى سهله وبسيطه خالص، ثالث حاجه بتجيب كوبايه شاي وتسند ضهرك ورا كده وتسمعني بروقان. زي ما احنا اتفقنا شباب في اول فيديو انا شرحته لكم في البدايه، انه اي درس بتشرح بيكون ليه تو بارتس. البارت 1 بيبقى موجود على اليوتيوب، بارت 2 اللي هو الافكار المتنوعه الكتيره اللي ممكن تبقى في الكتب الخارجيه. طبعا درسنا النهارده درس سهل جدا، بيتكلم على حاجه اسمها ديستانس بتوين تو بوينتس. فتعالوا بينا يلا نشوف درسنا النهارده بيتكلم على ايه. دلوقتي يا حبايبي انا بتكلم ديستانس بتوين تو بوينتس بصفه عامه، يعني على الكوردينيت بلين. يعني ايه مستر على الكوردينيت بلين؟ يعني الكوردينيت بلين اللي هو الخاص بالاكس اكسس والواي اكسس. سي مثلا انت حضرتك معاك بوينت معينه هنا وبوينت معينه هنا، التو بوينتس دول وليكن ام دي اسمها اكس 1 واي 1 والان دي اسمها اكس 2 واي 2. فانا ببقى عايز اجيب الديستانس بتوين ذم، عايز اعرف المسافه ما بينهم. فالعلماء بتوع الماس اكتشفوا قانون جميل جدا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك مستر انا عشان اعرف المسافه ما بين تو بوينتس معينين على الكوردينيت بلين هستخدم الرول اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي. بيقول لي سكوير روت اوف اكس 2 ماينس اكس 1 اول تو ذا باور 2 بلس واي 2 ماينس واي 1 اول تو ذا باور 2. على فكره او لو جينا عملنا كده برضو صح، ان مش شرط اقول اكس 2 ماينس اكس 1، ممكن واحد يعمل لي اكس 1 ماينس الاكس 2 اول تو ذا باور 2 بلس ال y1 minus ال y2 all to the power 2. هقول لك برضه صح، يعني بالبلدي كده انت معاك two orders، هتقول له ان ال point ال first projection minus first projection all to the power 2 plus second projection minus second projection all to the power 2. كل ده تحت الروت، هنبدأ نشتغل عليه. example تافه جدا وبسيط خالص، بيقول لي the distance between the two points d و d هيكون ايه بالظبط. فانا مثلا يعني هسمي النقطه دي وليكن اسمها x1 y1، واسمي النقطه دي وليكن اسمها x2 y2. اللي يعجبك بقى هتقول له 3 minus negative 1 او negative 1 minus 3، بس اللي تبدا بيه تروح بادئ من الواي برضه في نفس الوقت. يعني يا مستر احنا هنقول له ام ان هنا القانون بتاعنا هنطبق عليه على طول دايركت. الاول ماينس الاول، اختار لي مثلا دي يا سيدي او اللي هو 3 ماينس نيجاتيف 1 اول تو ذا باور 2 بلس الثاني ماينس الثاني اللي هو 6 ماينس 4 اول تو ذا باور 2. هنحسب الناتج ده يطلع بالكالكوليتر في الاخر. طيب اول اكزامبل معانا، لانه انا ما عنديش اصلا اي حاجه في الدرس غير القانون اللي حضرتك شفته يعني، فانا هبدا اخش على الاكزامبلز على طول. بيقول لي ABC is a triangle. اوكي الايه الاوردر بتاعها كذا والبيب كذا والسيب كذا. Find the perimeter of the triangle ABC. وانا يا حبيب قلبي عشان اجيب البريميتر لازم اعرف كل السايدز بتوعه بكام، يعني لازم اعرف AO بكام وBC بكام وAC بكام. طيب السؤال ده لو جاي في الامتحان حضرتك لازم تطبق القانون ولازم تكتب القانون ثلاث مرات. يعني ايه يا مستر؟ هقول لك يعني دلوقتي. احنا هنشتغل x1 minus x2 all power 2، ممكن واحد يقول لي x2 minus x1 برضه صح، بس اللي انت ما دام انت بدات طبعا بلس، ما دام انت بدات ب x1 يبقى تبدا لي y1، يبقى y1 minus y2 all power 2. اكتبه تاني؟ تكتبه تاني. x1 minus x2 all power 2 plus y1 minus y2 all power 2. هكتبه تالت؟ هتكتبه تالت. x1 minus x2 all power 2 plus y1 minus y2 all power 2. تعال بقى نعمل substitution. خلي بالك انت هتعمل substitution على الـ A والـ B. احنا من غير بقى ما نقعد نسمي، انت بتقول الاول ماينس الاول وخلاص.
مثلا انت بدأت هنا بالزيرو وقلت زيرو ماينس الثري اول باور تو بلس التاني ماينس التاني اللي هو زيرو ماينس الفور اول باور تو. الموضوع ده بالكالكوليتر حبيبي هيديك فايف. فايف ايه بقى؟ ما بنكتبش سنتيمتر، لا احنا في الحالة دي بنكتب حاجة اسمها يونتس، لان انت بتتعامل مع الكوردينيت بلين، يبقى فايف يونتس. جميل. اللي بعده بي سي، انا بتعامل مع نقطتين دول، يبقى ادي اهو يا مستر، الاول ماينس الاول هو 3 ماينس نيجاتيف 4 اول باور 2 بلس الثاني ماينس الثاني اللي هو 4 ماينس ال1 اول باور 2. جميل. وبالتالي الموضوع هنا في الاخر بالكالكوليتر هيديك روت 50، او هيديك في سمبلست فورم بالكالكوليتر تروح كاتبها لي برضو هي هي. طيب يعني احنا مثلا تعال نشوف روت 50 بكام، هي تطلع لك بالكالكوليتر كده 5 روت 2. طيب يبقى هنا دي كده ادتنا 5 روت 2. ماشي. اي سي يبقى بتعامل مع الحرف الاول والاخير، يبقى السكوير روت بتاع مين بقى؟ الاول ماينس الاول اللي هو 0 ماينس نيجاتيف 4 اول باور 2 بلس التاني ماينس التاني اللي هو 0 ماينس 3 اول باور 2. خلي بالك الاجابه هنا برضو هتدينا 5 يونتس. خلي بالك انا ممكن اسال سؤالين هنا بالمناسبه يعني عشان نختصر الوقت، يعني هو هنا عايز البريميتر صح؟ ماشي. وفي نفس الوقت ممكن يقول لي سؤال تاني بروف ان الترينجل اللي اسمه ABC is isosceles. Is isosceles triangle. طبعا من خواص الايسوسيلز يا شباب ان لو انت لقيت تو سايدز زي بعض والتالت مختلف عنهم يبقى ده ايكوال، ده يبقى ده ايسوسيلز. لو لقيت ان الثري سايدز نفس اللينس بالظبط يبقى ده ايكوالاترال. لو لقيت ان الثري سايدز مختلفين عن بعض يبقى ده اسمه سكالن. اتفقنا؟ الكلام ده كله انا براجعه معاك خلي بالك. يبقى انا حبيب قلبي جبنا الاي بي جبناه ب 5 يونتس، جبنا السايد اللي هو اسمه اي سي هو كمان ب 5 يونتس، وجبنا السايد اللي في النص ب 5 روت 2. طيب انا بقى لو انا عايز البريميتر، البريميتر اوف التريانجل اللي هو اسمه اي بي سي، هعمل كل السايد بلس، يعني انا هعمل 5 بلس 5 بلس 5 روت 2 واطلع الناتج في الاخر بالكالكوليتر باليونتس. هنقول له بقى تعالى، طب ما هو سنس ما دام انا معايا ان الاي بي عباره او هو ايكوالز بالظبط للاي سي، خلاص يبقى زير فور الترينجل ده از ايسوسيلز، يبقى الترينجل اللي هو اسمه اي بي سي هيكون از ايسوسيلز. اتفقنا يا حبايبي؟ طيب تعال نشوف كده مع بعض الجزء اللي بعده بيتكلم على ايه. بيقول لي انا حبايبي مديني 3 بوينتس، الاي بكذا والبي بكذا والسي بكذا، بيقول لي بروف ذات او اثبت ان هم ار كولينر. تعال نشوف كده مع بعض يا شباب الوضع بيتكلم على ايه. تعالوا كده نقرا مع بعض السؤال. السؤال اللي قدام حضرتك بيقول لك بروف ذات ان البوينتس اللي اسمهم A و B و C، هو دلوقتي مثلا ال A عندك B عباره عن نيجاتيف 2 و 7 وال B نيجاتيف 3 و 4 وال C عباره عن 1 و 16، بيقول يثبت ان هم ار كولينر. يعني ايه الكلمه دي يا مستر؟ بص يا حبيبي، الكلمه دي معناها ان يبقى في هنا 3 بوينتس على استقامه واحده، بحيث ان انا لما اجي اوصل ما بينهم كده يبقى كده ده هم فعلا ار كولينر. فهنفترض مثلا يعني ان الاي هنا والبي هنا والسي هنا، لازم عشان اثبت ده لازم حضرتك بتستنتج ان لما اجي امسك الاثنين دول اعملهم بلس بيدينا السايد الكبير كله. يعني انا هنا لو جيت مسكت مثلا اي بي عملتها بلس مع البي سي هيروح مدينا الخط كاملا اللي هو اسمه اي سي. خلي بالك ده مش شرط او مش قاعده اساسيه. يعني ايه مش قاعده اساسيه؟ تعال اقول لك يعني ايه. يعني حضرتك في السؤال ده هتجيب كل الثري سايدز، عاوز تو سايدز معينين لما اجي اعملهم بلس يروح مدينا السايد الثالث.
الـ AB plus BC equal AC أو الـ AC plus BC equal الـ AB. يعني أنت بتقعد تبدل، مفيش قاعدة ثابتة هنا. الزتونة في اللي أنا بقوله لك ده، حضرتك هتشتغل على 3 sides. هجيب السايد الأول أشوفه بكام، السايد التاني أشوفه بكام، السايد التالت أشوفه بكام. هكتشف إن في اتنين معينين لما أجي أعملهم بلس بيروح مدينا التالت، يبقى زير آر كولينر. بس كده. تعالى حبيب قلبي يلا. السؤال ده في الامتحان أعمله إزاي؟ هكتب الرولز 3 مرات. هجيب AB هجيب البي سي محدش يكسل يكتب القوانين عشان حضرتك متنقص في الامتحان. زي ما انا بشتغل حضرتك تشتغل. هجيب الاي سي طيب تعال نشتغل يا حبيب قلبي على الاي بي. طب الاي بي يا مستر ادي السكوير روت بتاعنا، الاول ماينس الاول، فيرست بروجكشن ماينس فيرست بروجكشن اللي هو نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 3 اول باور 2 بلس ال7 ماينس 3 اول باور 2. هنطلع نشوف الاجابه هنا بكام. البي سي يبقى انا بتعامل مع البي هو السي، الاول ماينس الاول اللي هو نيجاتيف 3 ماينس 1 اول باور 2 بلس التاني ماينس التاني اللي هو 4 ماينس ال 16 اول باور 2. نشوف الناتج بكام. الاي سي بتعامل مع النقطة الأولى والأخيرة، يبقى الأول ماينس الأول اللي هو عبارة عن إيه بقى؟ نيجاتيف 2 ماينس ال 1 اول باور 2 بلس التاني ماينس التاني اللي هو 7 ماينس ال 16 اول باور 2. وهنطلع الإجابة بكام. تعال نمسك الكالكوليتر. حضرتك معاك الكالكوليتر، احنا معانا هنا هو خلي بالك نيجاتيف مع نيجاتيف هتبقى بوزيتيف، يبقى نيجاتيف 2 بلس 3 يبقى 1، 1 باور 2 ب 1 هنا 1، 7 ماينس 3 4، 4 باور 2 ب 16 يبقى هنا روت 17. اول واحده روت 17 مش لازم نحسبها. تعال نشوف تاني واحده، ادي السكوير روت بتاع النيجاتيف 3 ماينس ال 1، الكلام ده كده اول باور 2، الكلام ده كده بلس ال 4 ماينس ال 16، الكلام ده كده اول باور 2. تاني واحدة روت 4 روت 10، خلي بالك تعالى نحسب دي تاني، هو 7 ماينس ال 3 هو الاي بي، هو المفروض هنا يا شباب 7 ماينس 4 سوري. تعالى نرجع تاني، المفروض هنا دي كده، احنا قلنا الاول ماينس الاول يبقى نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 3، الثاني ماينس الثاني يبقى اللي هو 7 ماينس 4 بهذا الشكل. وبالتالي 7 ماينس 4 ب 3، 3 باور 2 ب 9 يبقى دي كده عباره عن روت 10. اوكي حسبنا دي بالكالكوليتر هتدينا 4 روت 10، طبعا دي يونتس ودي برضو يونتس. هنا بقى دي لما نيجي نحسبها بالكالكوليتر يا شباب هتدينا 3 روت 10 يونتس. بص بقى يا حبيب قلبي، هكتشف ان لما اجي امسك ده اعمله بلس مع ده هيروح مدينا ده، يبقى انا هقول له هنا ايه؟ ركز معايا، هقول له يا مستر انا لما اجي امسك الاي بي اعمله بلس مع الاي سي هيروح مدينا البي سي. خلاص يبقى زيرفور الاي والبي والسي هيكونوا ار كولاينر. الجزء اللي بعد كده يا حبايب قلبي نركز مع بعض كلنا كويس قوي. انا كنت لسه قايل مع حضرتك دلوقتي
ان انا سهل جدا عليا ان انا اطبق القانون واثبت ان ده ايسوسلز ولا ده سكالن ولا ده ايكولاترال. صح صح. ساعات بيقول لي في الامتحان اثبت ان ده رايت انجل ده تريانجل، او اثبت ان ده اكيوت، او اثبت ان ده اوبتيوس. خلي بالك ممكن يقول لي في الامتحان حاجه تانية، ديترماين تايم اوف التريانجل بتاعك according to، يقول لي according to حاجتين. خلي بالك ممكن يقول لي according to angles، او ممكن يقول لي according to sides. لو قال لي according to angles يبقى انا عايز ثلاث انواع هنا، عايز يعني عايز هو عايز يقول لي الترينجل ده نوعه ايه. هل يا ترى نوعه right ولا نوع اكيوت ولا نوع اوبتيوس؟ اي واحد من الثلاثه دول. لو قال لي according to sides يبقى هو عايز حاجه من الثلاثه دول. انهي نوع من الثلاثه دول؟ هل هو سكالن اللي هو بيكون كل سايد ديفرنس او ديفرنت عن بعض، او ايسوسيلس اللي هو فيه تو سايد زي بعض والثالث مختلف عنهم، او ايكوايلاترال؟ دلوقتي حبيب قلبي التلاتة دول سهلين جدا، احنا بنجيب الثري سايدز بتوعنا وبنحدد على اساسهم هما ايه لو كان قال لي according to sides. طب لو جه بقى قال لي according to angles، لو قال لي من حيث الانجلز، ركز بقى معايا الله يبارك لك. يعني انا هجيب كل سايد من التلاتة عادي خالص، يعني مثلا انا معايا تلات حروف ليهم كوردينيت او ليهم اوردر، هطبق القانون عادي خالص وهجيب كل واحد فيهم عادي خالص، بس هعمل نقطة زيادة. ايه هي؟ هجيبهم سكوير. يعني انا هجيب كل سايد من التلاتة عادي خالص بس اروح عامله سكوير. ركز بقى معايا لان دي مش قاعدة ثابتة، او الحروف دي مش قاعدة ثابتة. اسمع الزتونة دي بس ركز فيها بالله عليك، اسمع الزتونة اللي انا اقولها لك دي. انا جبت السايد الاول سكوير، والسايد التاني سكوير، والسايد التالت سكوير. اسمع ركز، لو انا جيت مسكت اكبر واحد من التلاتة سكوير لقيت ان هو ايكوالز بالظبط الاتنين التانيين سكوير بالبلس، الاتنين التانيين سكوير بالبلس عملتهم بلس، لقيتهم ان هو ايكوال واحد معين سكوير، يبقى نوع التريانجل ساعتها هيكون از رايت. لو في علاقة إيكوال. اسمع تاني، أنا جبت الثري سايدز سكوير، السايد الأول سكوير، السايد التاني سكوير، السايد التالت سكوير، لقيت إن أكبر واحد منهم سكوير، لقيت إن هو جريتر زان، أكبر من مجموع الاتنين التانيين سكوير، يبقى نوع الترينجل هنا هيكون إز أوبتيوس. طب لو لقيت ان اكبر واحد في التلاتة سكوير لقيته ان هو للزان اصغر من مجموع الاتنين التانيين، يبقى نوع تريانجل هنا هيكون is accurate. طيب ده سؤال في الامتحان بيقول لك التريانجل الفيرتيز بتوعه كذا وكذا وكذا، ممكن يسألني تلات انواع من الاسئلة. يقول لي اثبت ان ده رايت، او اثبت ان ده اوبتيوس، او اثبت ان ده اكيوت، او ما يقوليش اثبت خالص، يقول لي تايب اوف ترينجل اكوردنج تو انجلز. قول لي انت بقى نوع الترينجل دي من حيث الانجلز، حدده لي انت بقى. وبعد كده هو خلي بالك بيقول لي عايز الاريا. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، زي ما انا حضرتك علمتني يا مستر، انا لما اجي احدد نوع الترينجل من حيث الانجلز انا هجيب الثري سايدز عاديين خالص بس هعملهم سكوير. يلا بينا. انا مستر هجيب الاي بي، جميل. القانون بتاعي لازم اكتبه في الامتحان عشان ما نقص، جميل. اكس 1 ماينس اكس 2 اول باور 2 بلس واي 1 ماينس الواي 2 اول باور 2. ماشي، انا بتعامل مع حرفين اسمهم اي وبي.
الاول ماينس الاول 3 ماينس نيجاتيف 4 اول باور 2 بلس الثاني ماينس الثاني اللي هو 2 ماينس 1 اول باور 2. دي ماينس مع ماينس هتبقى بلس، يعني 3 بلس 4 ايكوال 7 و7 باور 2 الاجابه بتاعتك هتديك 49 مع ده 1 يعني روت 50 فهتدينا 5 روت 2 بصفه عامه. يعني خلي بالك احنا حسبنا دي بالكالكوليتر ادانا هذا الرقم. طب انا بقى يا مستر كل الحكايه ان انا هجيب الاي بي ده نفسه سكوير، يعني لما اعمل الرقم ده اللي هو 5 روت 2 جيت عملته كده سكوير الاجابه بتاعت حضرتك هتديك 50. ماشي، ده طبعا الرقم ده يونتس بالمناسبه يعني. طب يا مستر انا هجيب البي سي اللي انا هطبق فيها القانون للمره الثانيه اهو، جميل، هطبق بقى مستر على البي والسي، يعني الاول ماينس الاول اللي هو نيجاتيف 4 ماينس 2 اول سكوير بلس الثاني ماينس الثاني اللي هو 1 ماينس نيجاتيف 1 اول سكوير. جميل، دي كده نيجاتيف 6 باور 2 ب 36 ودي كده ب 2 باور 2 ماشي، يبقى روت 40. الاجابه هنا بالكالكوليتر هتديك روت 40 يا حبيب قلبي، ماشي روت 40 يونتس بالمناسبه يعني. طب تعالى كده نشوف روت 40 بالكالكوليتر بايه. ادي روت 40 2 روت 10 بالمناسبه يعني. خلاص يبقى دي كده عباره عن 2 روت 10 يونتس. ماشي لسه يا مستر تعالى انا هنا عايز، حضرتك قلت لي في حاله ان انا عايز احدد نوع الترينجل من حيث التايب اعمل ده نفسه سكوير، يعني انا لما اجي اجيب البي سي نفسها سكوير يا مستر اللي هي عباره عن 2 روت 10 اول سكوير الاجابه بتاعت حضرتك يا مستر هتدينا 40. اقول لك ماشي حبيب قلبي، هنجيب بقى يا مستر الحرف اللي هو اسمه اي سي، الحرف الاول مع الاخير، اطبق القانون للمره الثالثه. جميل، هنا يا مستر بقى انا بتعامل مع الاي والسي، يبقى انا هقول له الاول ماينس الاول اللي هو يبقى 3 ماينس 2 اول سكوير بلس الثاني ماينس الثاني اللي هو 2 ماينس نيجاتيف 1 اول سكوير. الموضوع ده يا مستر باستخدام الكالكوليتر هتدينا روت 10، روت 10 يونتس. طب خلي بالك يا مستر لما اجي اعمله سكوير بقى اللي هو يبقى اي سي سكوير اللي هو يبقى عباره عن روت 10 اول سكوير هيدينا يا مستر في الاخر خالص ب 10. تعالى لي بقى يا حبيب قلبي، حضرتك يا مستر محدد معايا ان انا بشوف مين اكبر واحد في الثلاثه دول، بغض النظر بقى على فكره حتى لو ماليش اثبت ان هو رايت، انا بحدد التلاتة دول بشوف مين منهم أكبر واحد. أكبر واحد يا مستر أهو يا مستر ده، بشوف إيه علاقته بمجموع الاتنين التانيين، يعني يا مستر الاتنين التانيين اللي هما ده مع ده لما أجي أعملهم بلس إيه علاقتهم بالفيفتي؟ إيكوال الفيفتي ولا ليس ذان فيفتي ولا جريتر ذان فيفتي؟ لا أنا لقيتهم إن هما إيكوال بالظبط، يعني أنا هقول له كده، هقول له يا مستر سينس خلي بالك ان انا اكتشفت ان الاي بي ده لما اجي اعمله سكوير هكتشف ان هو ايكوالز البي سي سكوير بلس الاي سي سكوير. خلاص يبقى الترينجل ده هيكون از رايت، از رايت. ركز بقى يا حبيب قلبي لان هو طالب منك هنا حاجه اسمها اريا. بص يا حبيب قلبي، هو الطبيعي ما دام ده رايت، يعني ما دام ده خلاص احنا حددنا ان هو رايت فالطبيعي ان هو لازم يكون كده يترسم كده. طيب الفكره هنا ان انا لازم احط حروف صح، يعني ممكن واحد حافظ يروح حاطط لي اي بي سي، يا عم لا اصبر، هو مين اكبر واحد في كل دول؟ الاي بي. طب ما يبقى لازم الاي بي يجي كده هنا كده اهو، لان ده الهايبوتنس ده اكبر واحد، يبقى السي هنا. طيب عشان اجيب الاريا هو المفروض ده كده اسمه بيز وده كده اسمه هايت، كنا خدناه في سنه خمسه ابتدائي ان البيز والهايت بتوع الرايت اعرف اجيبهم من خلال حرف ال ده كده،
يبقى ده البيز وده الهايت. يبقى انا هتعامل مع البي سي اللي هو ده اللينس بتاعها، اللينس بقى مش السكوير، وهتعامل مع الاي سي اللي هو ده اللينس بتاعها. وبالتالي هنا حبيب قلبي يبقى الاريا بتاعتي المفروض ان هي ليها رول هاف باي البيز باي الهايت. يبقى هاف باي البيز اللي هي القاعده بتاعتك اهي 2 روت 10 2 روت 10 ملتبلاي مين بقى الهايت اللي هو روت 10. بس كده انا هحسب الناتج في الاخر، بس هتكتب لي بقى يونت سكوير، لان ما دام انا بجيب الاريا يبقى اكتب يونت سكوير. طيب الجزء اللي بعد كده حبيب قلبي بيقول لك ايه؟ بيقول لي بروف ذات ان البوينتس اللي اسمها A و B و C و D ار فيرتسيز اوف باراليلوجرام. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض هنبدا نتعامل مع السؤال ده ازاي. بس قبل ما نخش للسؤال ده يا شباب، انا في نقطة مهمة جدا حابب ان انا اتكلم عليها، وبعد كده نبدا نحل السؤال. يعني انا بسألك في الامتحان اربع اسئلة. بقول لك لو هنفترض مثلا انا بتعامل مع الحروف دي A B C D مثلا، يعني اوكي هقول لك اثبت ان الشكل ده اي حاجه من الاربعه دول. ركز معايا، احنا عايزين بس نكبر الليله هنا شويه. انا معايا اهو A B C D، ركز معايا الله يبارك لك. هقول لك اثبت ان ده مثلا is a parallelogram، او اثبت ان ده ريكتانجل، او اثبت ان ده رومبس، او اثبت ان ده سكوير. ركز معايا بقى الله يبارك لك في الاربع حاجات دول، او انا امتى اثبت الاربع حاجات دول. اول حاجه هنتكلم عليها امتى اقول ان ده باراليلوجرام؟ لو انا لقيت مثلا على سبيل المثال ان الباراليلوجرام مرسوم لي كده بالحروف دي كده، اللي هي مثلا يكون اسمه A B C D، هشتغل درسنا النهارده عادي جدا. هتجيب لي ال A B لو انا لقيته ان هو equals لل D C، وهتجيب لي ال A D ولو انا لقيته ان هو equals لل B C، خلاص شكرا والسلام عليكم، هذا الشكل اذا باراليلوجرام. يعني الحاله الاولى هشتغل على الفور سايدز، هجيب اي بي وهجيب بي سي وهجيب سي اي وهجيب الفور سايدز بتوعي اي بي وبي سي واي دي ودي سي. لو انا لقيت ان في اتنين من هنا ايكوالز واتنين ايكوالز يبقى ده باراليلوجرام، شكرا هشتغل اربع مرات بس. طب امتى اثبت ان ده ريكتانجل؟ وليكن مثلا ان هو مرسوم كده، وليكن مثلا ان الحروف بتاعته، يا عم سيبك من اي بي سي خالص، وليكن اكس واي زد ال. امتى اثبت ان ده ريكتانجل؟ لو انا لقيت ان اكس واي ايكوالز ال زد، ان في اتنين قصاد بعض ايكوال، ولقيت مثلا ان واي زد لقيتها ان هي ايكوال اكس ال. ايه ده يا مستر؟ طب ما ده زي ده، لا هنا هتزود نقطه بقى. لو انا جبت الدياجونال، يعني انا جبت اكس زد لقيتها ان هي ايكوالز اكس، او اللي هي ايكوال واي واي ال بهذا الشكل، يبقى انا هنا خلي بالك هشتغل ست مرات في حاله الريكتانجل. هجيب الفور سايدز هلاقي في 2 زي 2 والدياجونال ايكوال الدياجونال، فعشان كده يبقى ده نثبت ان ده ايه؟ ده ريكتانجل. طيب امتى اثبت ان ده رومبس؟ امتى اثبت ان الشكل اللي قدامي ده رومبس؟ وليكن مثلا ايه؟ بي سي دي. هشتغل اربع مرات بس. هلاقي ان كل السايد زي بعض. يعني مثلا هلاقي انه الاي بي، هلاقي ان هو ايكوالز البي سي، هلاقي ان هو ايكوالز السي دي، هلاقي ان هي ايكوالز الدي اي. يبقى الشكل ده ايه؟ اذا رومبس. هشتغل اربع مرات بس فيه. طب امتى اثبت ان الشكل ده سكوير؟ هنا بقى هشتغل ست مرات. يعني وليكن السكوير كده ادي A B C D، هجيب ان ال A B هيكون ايكوالز ال B C، هيكون ايكوال ال C D، هيكون ايكوال ال D A. هشتغل بقى كمان مرتين في الدياجونال، بالاضافة الى ان ال A C، الشروط المهمة جدا 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 يا شباب، معايا اربع حالات اهو يا حبيب قلبي.
امتى اشتغل اربع مرات في حاله الباراليلوجرام وفي حاله الرومبس، بجيب الفور سايدز. لو كان في اتنين زي بعض واتنين زي بعض يبقى ده باراليلوجرام، لو كانوا الاربعه زي بعض يبقى ده رومبس. خلاص خلصنا من الشكلين دول، نخش على الريكتانجل والسكوير. هشتغل هنا ست مرات وهشتغل هنا ست مرات. هنا هجيب الفور سايز، هلاقي في 2 زي 2 و2 زي 2، وهلاقي الدياجونال زي الدياجونال يبقى ده ريكتانجل. طب لو لقيت الاربعه زي بعض ولقيت ان الدياجونالز زي بعض يبقى الشكل ده يكون از سكوير. تعالى بقى يا حبيب قلبي نشوف كده. اول سؤال معانا هنا بيقول لي ايه؟ اهو بيقول لي اثبت ان ده باراليلوجرام. موضوع تافه جدا، احنا خلاص فهمنا الحالات كلها اصلا عامه يعني. اهو حضرتك يا مستر علمتني. علمتك ايه يا حبيب قلبي؟ علمتني يا مستر ان انا هجيب اي بي اللي هو القانون بتاعنا، اللي هو ال 3 ماينس نيجاتيف 5 اول باور 2 بلس الاول ماينس الاول نيجاتيف 2 ماينس 0 اول باور 2. ماشي 8 باور 2 ب 64. ماشي احنا هنا عامه هنشوف بالكالكوليتر بكام. والبي سي بص اطبق نفس القانون اهو اختصارا للوقت بقى. البي سي يبقى نيجاتيف 5 ماينس 0 اول باور 2 بلس 0 ماينس نيجاتيف 7 اول باور 2. طيب هنجيب السي دي هنطبق او هنكتب القانون تاني هنا برضو ونبدا نتكلم. السي دي اللي هو يبقى 0 ماينس 8 اول باور 2 بلس نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 9 اول باور 2. نشوف الناتج بكام. ثم اخر حاجه اللي هي اسمها الدي اي. الدي اي الاول ماينس الاول يبقى 3 ماينس 8 اول باور 2 بلس النيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 9 اول باور 2. ونشوف الناتج بكام. تعال نحسب يلا. احنا معانا هنا السكوير روت بتاع 3 ماينس نيجاتيف 5 اول باور 2 بلس نيجاتيف 2 اول باور 2. اول واحده 2 روت 17، يبقى اول واحده دي كده خلي بالك ان هي 2 روت 17. 2 روت 17 يونتس. ماشي هنخش على اللي بعده. السكوير روت بتاع النيجاتيف 5 ماينس 0 يعني نيجاتيف 5 اول باور 2 بلس 0 ماينس نيجاتيف 7 يعني 7 اللي يبقى 7 باور 2 هتدينا روت 74. ماشي يبقى دي كده عباره عن روت 74 يونتس. طيب الحاجة التالتة السي دي السكوير روت بتاع اهو يا سيتي 0 ماينس 8 اول باور 2 ممكن ما تكتبش 0 ممكن تكتب نيجاتيف 8 على طول يعني. ماشي بلس ال نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 9 اول باور 2. نيجاتيف 7 يبقى 0 ماينس 8 اول باور 2 نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 9 اول باور 2. في هنا براكت equals 2 root 17. طيب يبقى هنا يا شباب دي ادتنا 2 root 17 units وهلاقي دي هتدينا برضو root 74. اه خلاص يا مستر سهله خالص. هنا اصبح معايا ايه؟ ان ده زي ده وانه ده زي ده. خلاص يبقى نقوله سنس انه ال AB equals ال CD وانه ال BC equals ال DA. خلاص يبقى الشكل ده اذا باراليلوجرام
يبقى الشكل اسمه ABCD is parallelogram. الجزء اللي بعد كده حبايبي بيقول لي احنا معانا البوينتس اللي قدامك دي كده are vertices للرومبس. يعني prove that اصلا اثبت ان ده vertices بتاعت رومبس. طب ازاي اثبت الكلام ده يا مستر؟ اولا حبيب قلبي الاب كذا والبيب كذا والسيب كذا والديب كذا. هجيب الفور سايدز عادي خالص. هلاقيهم ان هم كلهم ايكوالز. يعني هنا دلوقتي انا هجيب الاي بي. القانون بتاعنا اللي هو x1 minus x2 all power 2 plus y1 minus y2 all power 2. جميل. الاول minus الاول يا مستر يعني negative 1 minus 1 all power 2 plus تاني minus التاني اللي هو 4 minus 1 all power 2. الإجابة هنا 3 power 2 ب 9 و 2 power 2 ب 4 يبقى 4 و 9 13. هيدينا هنا root 13. root 13 units. بالمثل للبي سي هنطبق القانون. اكتبه لي انت هنا ماشي. ثم البي سي بتاعتك اللي هو 1 minus negative 1 all power 2 plus 1 minus negative 2 all power 2 هيدينا برضو روت 13. روت 13 يونتس. طب بالنسبة للسي دي نفس الموضوع. الأول ماينس الأول نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 3 أول باور 2 بلس التاني ماينس التاني. احنا هنا بدأنا من نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2 ماينس 1 أول باور 2. يبقى دي كده نيجاتيف 1 بلس 3 يبقى 2 باور 2 ب 4 ماشي برضه هتدينا روت 13. روت 13 يونتس. وبرضه الاخيره يا شباب اللي هي اسمها دي اي هطبق برضه القانون عليها اللي هو الاول ماينس الاول نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 3 اول باور 2 بلس احنا بدانا نيجاتيف 1 يبقى نيجي عند الفور يبقى 4 ماينس 1 اول باور 2 برضه هتدينا روت 13. فواضح جدا هنا يا شباب ان all sides are equals. خلاص. يبقى انا هنا دلوقتي هقول له الحته دي يعني since ان ال AB equals ال BC equals ال CA او ال CD equals ال DA. خلاص يبقى الشكل ده ABCD هيكون is a rhombus. طب خلي بالك هو عايز حاجه تانيه بقى. يعني عايز منك نقطه كمان. ايه هي؟ بيقول لك هات لي الاريا. طب الاريا دي اجيبها ازاي؟ بص يا حبيب قلبي انا دلوقتي في قانون. انا مثلا لو معايا A B C D في قانون من خمسه ابتدائي بيقول لك الاريا دي لو انا عايز اجيبها بتاعت الرومبس كانت عباره عن هاف باي دياجونال 1 باي دياجونال 2. فانا هضطر اجيب الدياجونال اي سي ده اشوفه بكام واجيب الدياجونال بي دي اشوفه بكام. فتعالى كده نجيب الاي سي. طبعا هطبق القانون ثالث للمره الخامسه ثم اشتغل على ال A وال C. ال A مع ال C اللي هو negative 1 minus negative 1 all power 2 plus ال 4 minus negative 2 all power 2 واشوف الناتج ده بكام. وهجيب ال B D. ال B D يبقى انا بتعامل برضو هكتب القانون للمرة السادسة ثم ال B اهي وال D اهي. الاول minus الاول اللي هو 1 minus negative 3 all power 2 بلس التاني ماينس التاني اللي هو 1 ماينس ال 1 all power 2 واحسب الناتج هنا اشوفه بكام. في الاخر بقى خالص هقول له هاف باي القيمه الاولانيه اللي احنا جبناها من هنا وحطيتها هنا والقيمه اللي احنا جبناها بتاع الدياجونال التانيه وحطيتها هنا وكده اكون جبت الاريا بتاعتي. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لي هنا بروف ذات ان ده ريكتانجل. ده بقى احسبه لكم انتوا يا شباب. يعني هو هنا بيقول لي عايز يثبت ان ده ريكتانجل. فانا هجيب ال AB اوكي وهجيب ال BC وهجيب ال CD وهجيب ال DA. ده كده اشتغل اربع خطوات. هلاقي في اتنين زي اتنين او في اتنين زي بعض وفي اتنين زي بعض. ثم اجيب الدياجونال بقى اللي هو الحرف الاول مع التالت. يعني انا هجيب AC هشوفه بكام ثم اجيب التاني مع الرابع الحرف التاني مع الرابع اللي هو اسمه بي دي. ده دياجونالز وبرضه هلاقيهم ان هم ايكوالز.
يبقى كده احنا طبقنا 6 شروط من خلال ده اقدر اقول ان ده ريكتانجل. طب هو بيقول لي انا عايز اريا، طب ما الاريا سهله، هو عباره عن لينس باي ويدث، ده بالنسبه للاريا، فده مثلا هيكون لينس وده ويدث، يعني في واحد برقم واحد برقم، هقول لينس باي ويدث، يبقى ده كده انا جبت الاريا بمنتهى البساطه. هنيجي بقى يا شباب نخش على السؤال ده، وخلي بالك السؤال ده اللي قدام حضرتك دلوقتي اكتر سؤال بيتكرر في الامتحان، يعني سؤال مهم جدا فعايزين نركز عليه كلنا مع بعض. بيقول لي انا حبيب قلبي بروف ذات ان البوينتس الاي والبي والسي اللي قدام حضرتك دول لاي اون ا سيركل، يعني موجودين بداخل سيركل، او مش سوري مش موجودين بداخل سيركل، موجودين على السيركل نفسها، على الاطار بتاع السيركل. يعني حضرتك معاك سيركل في هنا بوينت المفروض ان هي تبقى اسمها ايه، وفي هنا بوينت بي، وفي هنا بوينت سي. ازاي اقدر اثبت ان النقط دي موجوده على السيركل لايونا سيركل؟ اثبتها ازاي؟ اول حاجه حبايبي الطبيعي ان انا هنا معايا سنتر اوف السيركل اللي هو اسمه ام، يعني بيقول لي هنا ايه، بيقول لي ان السنتر بتاعي يا مستر سنتر اوف السيركل هنا اسمه ام، وبعد ما اثبت ان دول لايونا سيركل بيقول لي بقى مستر عايز الاريا في الاخر خالص عايز الاريا. بص يا حبيبي هو انا دلوقتي انا عشان اثبت الكلام ده لازم اوصل الام بالاي، هيديني لينس معين يكون نفس اللينس ما بين الام والبي، يكون نفس اللينس ما بين الام والسي، يعني الام يكون على ابعاد متساويه من النقط دي، وده اصلا اسمه راديوس، يعني كل واحد من الثلاثه سواء ام اي او ام بي او ام سي كل واحد منهم اسمه راديوس. فانا هنا هعمل ايه؟ زي ما انا قلت لك دلوقتي اول حاجه يا شباب هنشتغل على الام اي اللي القانون بتاعنا يا مستر اكس 1 ماينس اكس 2 اول باور 2 بلس الواي 1 ماينس الواي 2 اول باور 2. جميل، ده ماينس ده اللي هو النيجاتيف 6 ماينس ال 4 اول باور 2 بلس، ما دام بدات بالنيجاتيف 6 يبقى 2 ماينس ال 6 اول باور 2 بالشكل اللي قدامنا ده كده. طبعا ده كده 10 باور 2 ب 100، ودي عباره عن نيجاتيف 4 باور 2 ب 16. فتعالوا نشوف كده لو هنستخدم الكالكوليتر، احنا طبعا قلنا له نيجاتيف 6 ماينس، لا خلي بالك ماينس نيجاتيف 4، هنا نيجاتيف 6 ماينس ده بتاع القانون نيجاتيف 4 اول باور 2، وبالتالي نيجاتيف مع نيجاتيف تبقى بلس، يبقى نيجاتيف 6 بلس 4 يبقى نيجاتيف 2 باور 2 يبقى 4، ثم هنا معاك نيجاتيف 4 باور 2 ب 16، فغالبا هتدينا روت 20. روت 20 دي بالكالكوليتر هيدينا سامبلست فورم روت 20 هتدينا 2 روت 5، يبقى الاجابه هنا يا شباب 2 روت 5 يونتس. ده بالنسبه لمين؟ للام اي. طب تعال نشتغل على الام بي اللي هو برضو هكتب القانون للمره الثانيه، ثم البي اهي والاي والام اهي، 0 ماينس ركز معايا 0 ماينس نيجاتيف 4 اول باور 2 بلس ال 8 ماينس ال 6 اول باور 2 بالشكل اللي قدام حضرتك ده، وبالتالي برضه هيدينا روت 20 وبرضه هيدينا في السمبلست فورم 2 روت 5 يونتس. اما الحاجه الثالثه اللي اسمها مين بقى؟ ام سي. هطبق القانون للمره الثالثه واشتغل على السي مع الام، نيجاتيف 8 نيجاتيف 8 ماينس نيجاتيف 4 اول باور 2 بلس 4 ماينس 6 4 ماينس ال 6 اول باور 2 برضو يا مستر هتدينا 2 روت 5 يونتس. فانا هنا بقى حبيب قلبي هقول له ايه؟ ركز معايا، هقول له سنس ان ام اي ايكوالز ام بي equals MC، يبقى therefore ان الA والB والC lie on circle. خلي بالك كل واحدة من الثلاثة دول أصلا اسمها radius، كل واحدة من الثلاثة دول اسمها radius. أنا عايز الأريا، خلاص سهلة جدا،
الاريا بتاعتي بتاع السيركل كان ليها قانون بيقول باي تايم راديوس باور 2. الباي هو مديهولك ب 3.14 تايم راديوس باور 2. الراديوس بتاعك اللي احنا جبناه خلاص اهو اللي هو 2 روت 5 اول باور 2. هنحسب الناتج يا شباب وهيبقى باليونت سكوير. خلي بالك يونت سكوير. طب لو انا عايز السيركمفرنس، ما انا واخد قانون السيركمفرنس برضو كانت عباره عن 2 تايمز باي تايمز ار. لو انا عايز السيركمفرنس فالتو هتنزل، الباي بتاعتي اللي هي عباره عن 3.14 او 22 اوفر 7 على حسب ما هو هيدهاني، ثم تايم راديوس اللي هي عباره عن 2 روت 5. الناتج بقى هنا في حاله السيركمفرنس هيديك يونت بس من غير يونت سكوير. طيب السؤال ده مهم جدا يا شباب ركز عليه. الجزء اللي بعده ده برضو من ضمن اهم اسئله على الاطلاق في الدرس، السؤال اللي قدام حضرتك ده، فعايز عايزين كلنا مع بعض نركز فيه. الله يبارك لك. بيقول لي لو انت عندك، بيقول لي if the distance، لو انت عندك الديستانس بتوين التو بوينت دول بيقول لي ان هي ايكوال كام؟ 5. فبيقول لي بقى عايز قيمه الايه؟ صلى على النبي الاول يا حبيب قلبي، يعني عايز كل الناس كده تصلي على النبي الاول. البوينت دي وليكن هسميها ايه؟ البوينت دي وليكن هسميها بي. انا هطبق القانون عادي خالص بتاع الاي بي اهو، اكس 1 ماينس اكس 2 اول باور 2 بلس الواي 1 ماينس الواي 2 اول باور 2. ماشي، احنا المفروض نقول له الاول ماينس الاول، بس هنا هتبقى فيها مشكله رخمه. لو انت جيت قلت ايه، بص لو انت جيت قلت ايه مثلا اللي هي الاول من هنا ماينس الاول من هنا اللي هو المفروض 3a ماينس 1، هتضطر ان الماينس دي تخش جوه تبقى a ماينس 3a ثم بلس 1، فيبقى في حوارات رخمه شويه لان الماينس ده مش بتاع حاجه معينه، لا ده بتاعهم الاثنين، فهيغير الساين بتاع الاثنين. طب ما انا ممكن اعملها اسهل، لا انا ممكن اقول له دي ماينس دي اهو، يبقى ادي السكوير روت بتاع هبدا بدي الاول اللي هو يبقى 3a ماينس ال1. خلي بالك كل ده كده سكوير اهو، ماشي 3a ماينس 1 ده اللي هو الفيرست من هنا، ماينس ده بتاع القانون الفيرست من هنا اللي هو اسمه ايه يا مستر. طيب ادي البلس بتاعتي، التاني ماينس التاني، ما انا بدات من هنا يبقى لازم ابدا من هنا برضو، 1 ماينس ال5 اول سكوير بالشكل اللي قدامنا ده كده. وبالتالي يا حبيب قلبي هو بيقول لك بقى اللينس نفسه عباره عن 5، يعني الاي بي ده نفسه ب 5 اهي. السكوير روت ده رخم عايز اتخلص منه، كنت انا قلت لك في الالجبرا لو انت متابع معايا ان السكوير روت ده عايز اتخلص منه بيودينا الناحيه الثانيه بالباور 2، يعني السكوير ده الروت ده هيروح الناحيه الثانيه هنا هيصبح 5 باور 2 كده. كده احنا اتخلصنا من الروت ده. 3a بص ده لايك تيرمز، 3a ماينس a يبقى هتبقى 2a ماينس 1 اول سكوير بالشكل اللي قدامنا ده كده، 1 ماينس 5 بنيجاتيف 4 باور 2 يبقى بلس 16. طب ما هي 5 باور 2 دي ب 25، يبقى 25 ايكوالز ال 2a ماينس 1 اول سكوير بلس ال 16. طب ما ال 16 دي هتخش جوه هنا بالماينس، تعال نكمل اهو، يبقى انت هنا اصبح معاك ايه يا حبيب قلبي؟ ال 25 ال 16 راحت هناك بقت بالماينس 16، الكلام ده كده ايكوال مين بقى؟ البتاع ده باور 2 اللي هو 2a ماينس ال 1 اول باور 2. طيب ما هي دي كده يا مستر ب 9، يبقى 9 ايكوالز ال 2a ماينس ال 1 اول باور 2. طب ما هي الباور 2 ده يا مستر كان بيروح الناحيه الثانيه بالسكوير روت، يعني هيبقى السكوير روت لل 9 هيدينا 2a ماينس ال 1. طب خلي بالك السكوير روت لل 9 ده احنا كنا قلنا الباور 2 لما بيكون على فاريبل يروح الناحيه الثانيه بالسكوير روت يبقى لازم تحط لي بوزيتيف اور نيجاتيف، يبقى دي كده بوزيتيف اور نيجاتيف 3 هتبقى ايكوالز ل 2a ماينس 1. خلي بالك انا معايا احتمالين، معايا احتمال ان ال 2a ماينس ال 1 يا اما هتدينا 3 او يا اما 2a ماينس ال 1 هتدينا نيجاتيف 3، يبقى انا هيكون معايا 2 فاليوز للاي دي هتروح الناحيه الثانيه، يبقى انا معايا ان ال 2a ايكوالز 3 بلس ال 1، يعني ال 2a بتاعتي يا مستر هتدينا 4، يعني قيمه ال a 4 اوفر 2 ايكوال 2، دي اول قيمه معانا يا مستر. دي هتروح الناحيه الثانيه هنا، يبقى انا معايا ان ال 2a ايكوالز نيجاتيف 3
بلس ال 1 يبقى ال 2a بتاعتي يا مستر هتبقى ايكوالز نيجاتيف 3 بلس 1 نيجاتيف 2. يبقى ال a هنا ايكوالز نيجاتيف 2 اوفر 2 بنيجاتيف 1. يبقى ده قيمه a. يبقى انا هنا حبيب قلبي في السؤال ده معايا 2 فاليوز لل a. سؤال مهم جدا يا حبيب قلبي. ها الجزء اللي بعد كده حبيب قلبي تعالوا نشوف مع بعض بيتكلم على ايه. الجزء اللي قدام حضرتك بيقول لك the distance between the point اللي اسمها negative 3 و 4 and the point اللي هي الاوريجين. البوينت بتاعت الاوريجين يعني ايه اصلا يا مستر؟ اللي هي حبيب قلبي اسمها 0 0. والمفروض ان negative 3 و 4 و 0 0 عايز اعرف الديستانس ما بينهم. طب ما سهله خالص ادي اهو السكوير بتاع الاول ماينس الاول هو نيجاتيف 3 ماينس 0 اول سكوير بلس ال 4 ماينس 0 اول سكوير اهو. وبالتالي الوضع ده في الاخر هيديك ب 5. طيب the distance between the two points ده وده is one unit او is unit length. جميل. المسافه ما بين النقطتين دول عباره عن is unit length. unit length ده يعني معناها is one يعني. طيب فبيقول لي بقى عايز قيمه ايه؟ خلاص سهله جدا. هنفترض دي اسمها ايه وهنفترض دي اسمها بي زي ما احنا اتكلمنا. يبقى انا مستر اي بي معايا هيبقى عباره عن السكوير روت بتاع مين بقى؟ الاول ماينس الاول اللي هو اي ماينس الزيرو اول سكوير بلس التاني ماينس التاني اللي هو زيرو ماينس 1 اول سكوير. هو بيقول لك بقى ان اللينس نفسه ب 1 خلاص. يبقى دي وهنا 1 اهي وقلنا ان السكوير روت ده بيروح بالباور 2 يبقى 1 باور 2 هيبقى ايكوالز اي ماينس 0 بايه على طول يبقى اللي هي اي باور 2 ثم 0 ماينس 1 نيجاتيف 1 باور 2 يبقى بلس 1. جميل. يبقى 1 باور 2 اللي هو 1 يبقى 1 ايكوالز الاي باور 2 بلس 1 دي هتروح الناحيه الثانيه. يبقى انا معايا اللي هو 1 دي هتروح تبقى بالماينس يبقى 1 ماينس 1 ب 0 يبقى الاي باور 2 ايكوال 0 منها ان قيمه الاي بتاعتك هتبقى ب 0 بس كده. الجزء اللي بعد كده حبيب قلبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا radius length of a circle whose center اللي هو center اللي هو اسمه M يعني بكذا passes through a point اللي اسمها 3-1 وليكن مثلا هسميها A equals نقط. يعني اللينس اللي ما بين السنتر وما بين نقطة معينة خلاص هتبقى قانون الديستانس على ده لسه حالينه من شوية. طب لو انت عندك السكوير بتاعك ده اسمه كده وعندك الـ A اسمها كده والـ B اسمها كده بيقول لي عايز الاريا، عايز الاريا بتاع السكوير بتاعتك هتكون ايكوال كام؟ خلي بالك يا حبيب قلبي انا عندي تو رولز للسكوير، يا اما هاف باي دياجونال باي نفس الدياجونال او سايد باي سايد. فانت كده كده اي بي دي تعتبر سايد معين، فانا هجيب يا حبيب قلبي الاي بي عادي خالص هطبق القانون هنا هيديني لينس معين، يبقى كده انا عرفت السايد لينس بتاعي بكام. الناتج اللي هيطلع لي ده بقى هعمله تايم نفسه عشان اجيب الاريا. طب خلي بالك ممكن في السؤال ده يديك الاي مع السي. واحد يقول لي ايه ده يا مستر الاي مع السي؟ ده مش هيديني سايد، امال هيديك ايه؟ هيديك دياجونال على حسب ترتيب الحروف دي. لو هو اداك مثلا الاي مع السي او البي مع الدي يبقى كده انت تعرف تجيب الدياجونال بس. يبقى انا كده هجيب الاريا ازاي؟ هقول له هاف باي دي باي دي. ما هو ده قانون تاني لايجاد الاريا بتاع السكوير. الرومبس بتاعك فيه هنا بكذا بيقول لي عايز البريميتر. طب ما هو سهله جدا، ما البريميتر اوف رومبس عباره عن سايد باي 4 زي البريميتر بتاع السكوير. فالاي بي ده انا اعرف اجيب من خلاله السايد لينس، هشوف هو بكام اعمله تايم 4 يروح مديني البريميتر بمنتهى البساطه يعني. طيب اخر ثلاث اسئله معانا النهارده يا شباب. الديستانس بتوين السؤالين دول يعتبروا ما لهمش علاقة قوي بالدرس، يعني لهم علاقة برسومات معينة هنرسمها دلوقتي. بص يا حبيبي لما يجي يديك بوينت معينة ويقول لك عايز اعرف المسافة ما بين هذه النقطة واكس اكسس، فالطبيعي مثلا انا معايا رسمة يا شباب بالشكل ده مثلا 3 ونيجاتيف 5 ولكن مثلا 3 هنا نيجاتيف 5 هنا، فالنقطة دي هنا مثلا عندي هنا 3 وهنا نيجاتيف 5 مثلا يعني. فدي النقطة ده الاوردر بتاعه اللي هو عبارة عن 3 ونيجاتيف 5. فأنا عايز أعرف المسافة ما بين النقطة دي والإكس أكسس، يعني المسافة دي لازم تكون مسافة عمودية. الخط ده كده هو ده الديستانس بتوين النقطة أند إكس أكسس. فألاقي إن المسافة دي على نفس قدر المسافة دي.
المسافه دي انا مش بقى مش هقول نيجاتيف 5 لان ما فيش حاجه اسمها لينس بالنيجاتيف، هي مسافه قدرها 5 يونت. يعني انت لما تيجي تعد المربعات هنا هتلاقيهم 5، فالمسافه دي نفس المسافه دي، وبالتالي الاجابه هنا هتبقى 5 وليس نيجاتيف 5. ما ينفعش اختار دي لان زي ما انا قلت لك ما فيش ديستانس بالنيجاتيف، ما ينفعش، لازم الديستانس على طول لازم تكون بالبوزيتيف. The distance between point معينة and y axis، برضو انا مثلا معايا برضو شباب رسم اهي، مثلا 2 negative 3 وليكن مثلا هنا 2 وهنا مثلا negative 3 اهو، هنا النقطة هنا كده مثلا، هنا النقطة هنا مثلا، فانا بقول لك المسافة ما بين النقطة دي وال y axis يعني المفروض نروح كده، فالمسافة دي نفس قدر المسافة دي اللي هي 2 يونت، فالمفروض هنا المسافة هتكون 2 لينس يونت بالشكل قدامنا ده كده. طيب ركز بقى معايا يا حبيب قلبي في الاكزامبل ده لان هو بيتكرر في الامتحانات كتير جدا، والسؤال ده بيعتمد على التجريب، بيعتمد على التجريب. بيقول لك انت معاك سيركل السنتر بتاعتها عبارة عن حاجة اسمها اوريجين بوينت، يعني السنتر اوف سيركل هنا اسمها 0 0، ماشي، and its radius length، radius length بتاعك عبارة عن 2، يعني اللينس نفسه هو مديهولك ب 2 بتاع الراديوس. which of the following points، اني واحد من البوينتس دول كلها لازم يبقى بيلونج للسيركل. ده بيعتمد على التجريب ازاي يا حبيب قلبي. هجرب النقطة الأولى مع 0 0 واطبق عليها قانون الديستانس، لو الإجابة ادتنا 2 يبقى دي البوينت اللي لاي اون سيركل، ما ادتناش 2 يبقى نجرب غيرها. تعالى كده نبدأ بدي مثلا، لو أنا هطبق ده مع 0 0، لما أنا أجي أقول 1 ماينس 0 بلس 2 ماينس 0 الكلام ده طبعا سكوير وده سكوير، الإجابة هنا هتدينا روت 5، يعني الإجابة هنا ما ادتناش 2، بس النقطة دي ما تنفعش، نجرب اللي بعده. الاول ماينس الاول اللي هو نيجاتيف 2 ماينس 0 اول سكوير بلس ال1 ماينس 0 اول سكوير، الاجابه هنا باستخدام الكالكوليتر هتدينا روت 3، يعني الاجابه ما ادتناش 2، اذا دي ما تنفعش. تعال نجرب الثالثه، لما اجي هنا اقول له الاول ماينس الاول اللي هو روت 3 ماينس 0 اول سكوير بلس الثاني ماينس الثاني اللي هو 1 ماينس 0 اول سكوير، الإجابة حرفيا هتكون هنا 2. طلعت 2 بالظبط، إذا دي النقطة اللي هي لاي اون سيركل، دي النقطة اللي أنا عايزها. لو أنا جيت جربت هنا الموضوع مش هينفع معايا، إذا دي الإجابة بتاعتي اللي هي نمبر سي. بكده يا شباب نكون خلصنا سيشن النهاردة، شرحنا فيه أفكار كتير جدا على فكرة، ولكن هيكون فيه أفكار تانية برضو في بارت 2 موجودة على المنصة بتاعتنا. أتمنى أن كل الناس تكون فهمت حلقتنا النهاردة كويس جدا، أتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.